FM. الكلمة ليك. أهلا وسهلا بكم في المستر تاعك العربي شويخ اللي هو شاب ذوي احتياجات خصوصية، يبلغ من عمر 25 عام، هو أسير منطقة العالية من ولاية بنزرت، هو طالب دكتوراه في اختصاص الأنظمة تاع المعلومات الذكية في إنجاز تكنولوجي جديد بيدينة توانسة. اليوم نحكيو على العربي اللي قام مؤخرا بتطوير أبليكاسيون لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد اللي يستعملوا الكراسي، نحكيو على الناس اللي تستعمل في الكراسي المتحركة. دونك هدف من التصميم متاع الابليكاسيون هذايا هو تحديد مدى إمكانية النفاذ متاع الناس لكم أو المستعملين لكم إلى مختلف الأماكن لفائدة هؤلاء الأشخاص اللي يتنقلوا بواسطة الكراسي المتحركة، حتى يعرف الشخص اللي عنده الإعاقة الحركية إذا ما كانت الوجهة متاعه هي مناسبة ليه وإلا لا، ويمكن النفاذ لها بأريحية أو لا. دونك العمل على الابليكاسيون هذايا باش يبدأ في زوز معناها مناطق تونسية اللي هي منوبة ومنزل بورقيبة من ولاية من بنزرت. كيف كيف زاد نحكيو على التشخيص متاع مدى إمكانية النفاذ إلى المنطقة، معناها زوز مناطق هذم اللي باش يكون معناها عبر تكوين باز دو دوني أولية اللي هي تمكن بواسطة تطوير الابليكاسيون وضعها حيز التنفيذ. دونك طالب هذايا التونسي العربي شويخ اللي تمت مكافأته على المشروع هذايا اللي ترشح به في برنامج سفير العرب برعاية المعهد الفرنسي بباريس، واللي هو البرنامج اللي اختار المشروع متاع المهندس التونسي الشاب، وتمت من المكافأة متاعه بمبلغ قيمته 10,000 أورو مخصصة معناها مساعدته على إطلاق الأسس الأولى بالنسبة للمشروع متاعه العربي شويخ، اللي أفاد أنه المحيط اللي هو معناها لازم يتلائم مع الأشخاص اللي عندهم الإعاقة هذه، وأنه لازم يكون زاد المحيط مهيئ للمجتمع، يكون واعي بأنه الشخص اللي عنده الإعاقة هذه لازم يكون فاعل في المجتمع. مسيور كما نحكيه على شخص ذي اللي هو عنده إعاقة وعمره 25 سنة وعنده دكتوراه، دونك حتى شيء ما منعه إنه نجم يعمل الابليكاسيون هذه. أنا السيد محمد أنور المعروف وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي من خلال لقاء إذاعي اليوم 13 ديسمبر على توقيع رسميا مع مؤسسة سيلاتيك اللي هي مؤسسة قطرية اللي بتقوم بالموجب ذي بتقديم هبة مالية تقدر ب 2.3 مليون دولار لفائدة مشروع تونس الذكية اسمها تونيزيا. دونك اليوم نحكيه على الهبة ذي اللي باش تم إدارتها مباشرة عبر المؤسسة هذه في تونس، واللي باش تنقسم على عدة أقساط من هنا حتى سنة 2020 للنهوض والترويج والتسويق لبرنامج تونس الذكية. يذكر أن المؤسسة هذه سيلاتيك اللي هي منظمة غير حكومية، نحكي على NGO اللي تترأسها زوجة أمير قطر السابق الشيخة موزة بنت ناصر، واللي تتولى إدارتها التنفيذية السيدة صباح الحدوث. دونك المنطقة هذه اللي باش المنظمة بيوهاتية اللي بتهدف إلى خلق مواطن الشغل وفرص اقتصادية لفائدة الشباب التونسي في العالم التونسي وحتى العربي. زادة وين أعلنت الشركة خلال سنة 2016 الجارية أنها ساعدت تقريبا نحو 200 ألف شاب عربي على إيجاد مواطن شغل. دونك نموذج هذا نتاع عمل اللي هي المنظمة بنحكيو اليوم على بناء شراكة مع الحكومات، نحكيو على شركة خاصة منظمات غير حكومية واللي هي مدعومة من منظمة الأمم المتحدة والبنك العالمي. نمشي ونحكيو على كوريا الجنوبية والكوكب التكنولوجي الوحيد في العالم لحد الآن، ونحكيو على من المحتمل أنه بتكشف LG توا على الهاتف نتاعها الجديد LG V30 بعد LG V20 اللي حكينا عليه المرة اللي فاتت. دونك اليوم نحكيو على دو سمارتفون اللي فاتوا بالنسبة للفيرسيون هذيا اللي هما ال V20 وال V10. المعلومة هذيا اللي معناها جابنا بيان سور المصدر الموثوق اللي هو المدون الشهير إيفان بلاس، وين تم الكشف على الهاتف هذيا بعد LG V10 اللي تم اعتباره كاستراحة قطعية بالنسبة استراحة مؤقتة باش خليهم عامل يصير ديزاين بتاع التليفون هذايا. التليفون الجديد هذايا اللي باش يكون سبيسيال شوية بارابور التليفونات الاخرين، نحكيو على تليفون واتر ريزيست، يعني تليفون كي طيشوا في الماء ما يصيروا حتى شيء. ونحكيو زاد على التليفون هذايا اللي فيه دي كاركترستيك اخرين مازال ما تمش الافساح عليها ليمات هذايا، نستناو بيان سور ليمات الجاية. اللي نعرفوا نحن انه اكثر حاجة نجموا تكون موجودة في التليفون هذايا هي الكاليتي نتاع الاكرون، يعني ريزوليسيون اللي باش تكون اي مولد بالنسبه للكاليتي نتاع ليكرون. ريزوليسيون نتاعها زاد باش تكون طايره برشا. وابل نجمو نحكيو على الباتري اللي باش تكون معناها ما تتنحاش بالنسبه للسمارت فون هذايا، واللي باش نلقاو التليفون هذايا باش يعرض ممكن في الموبايل وورد كونغرس في برشلونه 2017 والا في السي او اس 2017. هو زاد دونك اليوم نحكيو على زوز مؤتمرات اللي يكشف معناها يتم الكشف فيهم على ابرز منتجات التكنولوجيا لسنه 2017. نكملوا مع شركه اورانج وريكسون
منذ فترة قصيرة واللي أعنوا على إبرام اتفاق جديد للشروع في اختبارات التطبيقية الأولى في فرنسا بالنسبة لل 5G. دونك اليوم نحكيو على ال 5G معنا 5 جينيراسيون بالنسبة للإنترنت. نحكيو على فرنسا اللي ممكن باش تدخل أخيرا في المنعرج الجديد بالنسبة للإنترنت العالمي. دونك اليوم نحكيو على 4G في تونس اللي مازالت ما تلانساتش بور لو مومون ديفينيتيفمون، معنا مازلنا ما نشوفناش تعميم كامل بالنسبة لل 4G، ما شفناش حتى ال 2 مابا خدمة في تونس. فوالا مازالت هي بيدا مش هي بيدا. مي نحكيو اليوم على أورانج فرنس بيان سور، نحكيو على أورانج فرنس اللي هي بالتعاون مع شركة سويدية إليكسون اللي ممكن يدخلوا ال 5G. هذا كل أبار نجم نحكيو على الاي او تي بالنسبة لإنترنت الأشياء اللي زيادة معناها هي زيادة باش تكون متطورة أكثر في معناها في الخدمة هذه نتاع 5G. كيف زيادة نحكيو على السيارات، نحكيو زيادة على الاستخدامات اليومية لكل شيء معناها كونكتي بالإنترنت، ونحكيو على الشركة هذه اللي باش تسمح بتفعيل إجراءات التخفيض في التكاليف وتحسين الفعالية الطاقية باستعمال زيادة واستعمال زيادة تكنولوجيات الشبكة الافتراضية. نحكيو على ال SDN والا ال NFV واللي هي باش تدعم المسار بتاع انه تتحول الشبكة ال 4G الى شبكة 5G. الاختبارات باش تنطلق سنة 2017 في شهر جانفي. شكرا كبير لسليم العبيد وامين جلاسي من موقع tweetech.com على المعلومات هذه الكل. وانتم اذا كان فاتتكم المستر تيك تنجموا تتفرجوا فيها على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كاب اف ام والا www.cabradio.in. ميرسي اشفير في التصوير. كاب اف ام الكلمه ليك.